اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن ال phases of drug interaction. أول phase كانت ال pharmaceutical phase، تاني phase ال interaction at the pharmacokinetic phase، واللي اتكلمنا ان في factors كتيرة lead to drug-drug interaction زي ال change في ال absorption، ال distribution، ال drug metabolism و ال change in hepatic flow. في مرحلة الفارماكوكينيتيك فيز ال drug drug interaction can occur as a result of concentration of drug renal excretion. أول نتكلم عن ال route of excretion، يا إما major route زي ال renal excretion by kidney وال pulmonary excretion اللي هي عن طريق الليفر. في minor routes of excretion ممكن عن طريق اللونج، مثل اللي هو pulmonary excretion عن طريق exhalation وفي الانهيلد دراجز زي الانهيلد اناسيتكس. السالفوري اكسكريشن الدراجز اللي بتهرب عن طريق السلايفا او في السلايفا. السكين او الديرمال اكسكريشن فيا السبيت. الممري اكسكريشن فيا الميلك، في بعض الدراجز اكسكريتد في المذر ميلك، كمان ممكن بعض الدراجز اكسكريتد في الاي تيرز. الميكانيزمز اوف يورينال اكسكريشن، اي دراج بيخرج في اليورين ممكن عن طريق واحده من الثلاثه، يا اما باسيف جلوميرولار فلتريشن، ميلي اللي بيخرج عن طريق الباسيف جلوميرولار فلتريشن الموتر السولز وبعض الدراجز. تاني طريقه من اليورينال اكسكريشن او تاني ميكانيزم هو الاكتيف تيوبولار سكريشن، وده بيبقى active transport، بيستخدم transport system لنقل ال drug والميتابولايت outside ال body في اليورين. mainly بيبقى ما بيحصل في ال proximal tubules. تالت ميكانيزم هو passive أو active tubular reabsorption، بعد drugs بعد ما يحصل لها excretion في اليورين reabsorb التاني، سواء كان reabsorption ده active أو passive. ملي بيبقى occurs في ال distal و ال proximal convoluted tubules. لازم يبقى ال drug في صورة ال non-ionized form of weak acid and weak base عشان يحصل له reabsorption تاني، ال ionized form not reabsorbed. mechanisms of interference on excretion process أو ال drug drug interaction which occur during the excretion process. إيه الميكانيزم اللي بتحصل بيها أو الفاكتورز affecting ال drug drug interaction؟ أول حاجة ال change in urinary pH. ال change في ال pH of urine، تغير ال pH بتاعت اليورين، can inhibit or enhance ال passive tubular reabsorption of drugs. يبقى reabsorption of drugs من الفاكتور اللي بتعتمد عليها هي ال pH of urine. فال passive reabsorption of drugs بيعتمد على قد ايه من ال drug exist in a non-ionized form اللي هو بيبقى liquid soluble form، و ال extent او الجزء اللي بيبقى non-ionized form من ال drug بيعتمد على mainly على ال pKa بتاعت ال drug و ال pH of urine. طيب ال clinical significance of this interaction بيبقى small. ليه ملهوش أهمية قوي؟ لأن although large number of drugs are either weak acid or weak base، يعني معظم الدراجز تبقى weak acid weak base، ولكن معظمها metabolized by the liver to inactive compound، وقليل هو ال excreted في اليورين، يبقى few are excreted in urine unchanged، وبالتالي ال clinical significance بتاع ال change in urinary pH بيبقى small. السيستميكالي الكلينايزنج سبستانس، يعني السبستانس اللي بتسبب الكلينايزيشن زي الصوديوم بايكربونات والانتاسيد اللي هم بيرفعوا البي اتش، والانهانس الاكسكريشن اوف ويكلي اسيديك كومباوند اند ذا ريفرس استرو، لانهم بيزودوا الاكسكريشن بتاع الاسيديك كومباوند لانهم بيخلوا الاسيديك كومباوند في الايونايزد فورم. اكزامبلز للدراج اللي
affected by the urine pH, الكينيدين, الأمفيتامين, الباربيتوريتس, والسلسيت excretion. It changes بتتغير نتيجة للالتريشن in urinary pH caused by الأنتاز. إزاي؟ for treatment of overdosage of drugs زي الفينوباربيتون والسلسيت, دي بتبقى acidic drugs. اليورينري بي اتش تشينجز عن طريق ايه؟ ان احنا نعمل الكلينيزيشن لليورين, وبالتالي used for treatment of high dose of this acidic acid عن طريق ان هي بتزود او to increase the loss of this drug. يبقى لما ارفع البي اتش بتاعت اليورين الاسيديك دراج بتبقى في الايونيزد فورم, وبالتالي ما بيحصل لهاش الباسيف ري ابسوربشن. بيتاخد ازاي الالكلينيزيشن دراج ده؟ زي الصوديوم بايكربونات بيتاخد انتروفينوس في حالة الاسبرين توكسيسيتي او اوفر دوز. ليه؟ لانه انهانس الاليمينيشن اوف اسبرين ان يورين. الاسبرين اسيديك بنرفع البي اتش فبيبقى في النايم ايونايزد فورم, وبالتالي ما بيحصلوش الري ابسوربشن. البي اتش بتبقى بتوين حوالي 7.5-8 عشان يبدا يحصل الاكسكريشن اوف اسبرين. في حاله الاوفر دوز للبيزك دراجز بنعمل ايه؟ بنعمل يورين اسيديفيكيشن عن طريق استخدام الامونيوم كلورايد, وده بيزود انكريز الاكسكريشن اوف بيزك دراجز زي الامفيتامين او الكينيدين. تاني ميكانيزم بيحصل بيه الدراج دراج انتر اكشن ديورينج الاكسكريشن هو عن طريق التشينجز ان الاكتيف تيوبر اكسكريشن. الدراج ليها نفس او هاف ذا سيم او يوز ذا سيم اكتيف ترانسبورت سيستم, بيستخدموا نفس الكارير عشان يخرجوا من البلاد لليورين. بيحصل لهم كومبيتيشن او كومبيت ويز وان انذر فور الاكسكريشن. اكزامبلز للدراجز ويتش كومبيت اون ذا سيم transport system, البروبنسيد reduce the excretion of penicillin, بيقلل الاكسكريشن للبنسلين, وبالتالي يزود البلازما concentration بتاع البنسلين. زي ما قلنا قبل كده برضو السفالوسبورين الدابسون والمالدكسكين. نظام بالتاني هو السلسلات reduce the excretion of الميثوتريكسات وبعض النونستورد الانتي انفلاماتوري. اكزامبل رقم 3 الفوزيمايد انترفير ويز التيبولار اكسكريشن اوف سلسليتس ليد تو اسبرين توكسيس, بيحصل كومبيتيشن على الاكسكريشن وبالتالي بيحصل اكيوميليشن للسلسليت لو صدمت مع الفوزيمايد. الاكزامبل الرابع الفينايل بيوتازون سلو ذا اكسكريشن اوف الهيدروكسي هيكسامايد, وده الاكتيف ميتابولايت الاسيتو هيكسامايد اللي بيستخدم للتريتمنت اوف تايب 2 diabetes, وبالتالي بيحصل hypoglycemic effect نتيجة للاكيوميليشن اوف الهيدروكسيتاميد. الميكانيزم رقم 3 للدراج دراج انتراكشن during the drug excretion هو modify or modification urinary electrolyte excretion. بعض الدراجز بتغير في الالكترولايت اكسكريشن زي الكورتيكوسترويد بتسبب هايبوكاليميا, بتقلل البوتاسيوم كونسنتريشن, وبالتالي لو البيشن بياخد دراج زي الديجيتال الكلويد ليد تو انكريز الديجيتال توكسيس عن طريق ازاي ان الهايبوكاليميا ريزلت ان انكريز الديجوكسين بايندينج للصوديوم اي تي بيز, وبالتالي انهانس الديجوكسين ثيرابيوتيك اند توكسيك افكت. نفس الافكت بتاع الكورتيكوسترويد مع الديجيتاليز ممكن يبقى مع الاسكرينيك اسيد الفونزيمايد والسايزايد. عكس الدراج انتراكشن ده هو الكومبينيشن اوف الكورتيكوسترويد مع السبيرونولاكتون. السبيرونولاكتون انديوس هايبركاليميا, والهايبركاليميا او انكريز البوتاسيوم ليفل decrease the digital activity with therapeutic effect. يبقى كده اتكلمنا عن ال interaction at the pharmaceutical phase. تاني حاجة ال interaction at the pharmacokinetic phase بالمراحل المختلفة بتاعته.
تالت فيز هي الانتر اكشن ات الفارماكو دايناميك فيز. الفارماكو دايناميك انتر اكشنز هي الموست بريفالنت انتر اكشن كومبيرد للفارماكو كينيتيك او الفارماسيوتيكال انتر اكشن. الفارماكو دايناميك دراج دراج انتر اكشن اوكير بتحصل امتى؟ وين وان دراج اي مثلا الالتر ذا افكت اوف انذر دراج بي without affecting its pharmacokinetic. يبقى بيحصل ان دراج يغير الافكت بتاع دراج تاني من غير ما يأثر على الفارماكوكينيتيك بتاعه. الفارماكو دايناميك دراج دراج انتر اكشنز اوكير وين دراج اكت ات ذا سيم اور انتر ريليتد ريسبتور سايت. يعني لو الاثنين دراجز بيشتغلوا على نفس الريسبتور او انتر ريليتد ريسبتور سايت resulting in الافكت الناتج يا اما اديتيف او سينرجيستيك او انتاجونيستيك افكت. ده شرح الـ different terminology بتاع الـ pharmacodynamic interaction، الـ antagonism، الـ summation أو الـ additive، الـ potentiation و الـ synergism. الـ antagonism لو two drugs الـ magnitude of effect أو total effect بيبقى أقل من الـ effect بتاع A أو B أو ممكن يوصل حتى للـ zero. الـ summation additive الناتج النهائي بيبقى هو مجموع الاثنين A او الاثنين B يعني التو دراجز مع بعض. البوتنشيشن الناتج النهائي او الافكت النهائي اقل من دبل الافكت بتاع A او دبل الافكت بتاع B. السينرجيزم هنا بقى الافكت التوتال او النهائي اكبر من دبل الافكت بتاع A او B. أول نوع من الـ drug-drug interaction at the pharmacodynamic phase هو الـ drugs having opposing pharmacological action أو الـ having اللي هما الـ antagonism pharmacological action. Competitive antagonism at the level of a specific receptor site for the drug combined together. يعني بيحصل بينهم competitive antagonism. Example للـ drugs having opposing action زي ال loss of action of الجوانيسيدين type antihypertensive. ده نوع من أنواع ال antihypertensive drug بتفقد ال action بتاعها. examples للجوانيسيدين type زي الجوانيسيدين البيسانيدين والدبريسوكين بتفقد ال action بتاعها في وجود مين؟ زي ال tricyclic antidepressant الإميبرامين أو الديسبرامين أو الإميتريبتلين أو في وجود ال clozapramazine antipsychotic drugs دوز اكتر من 150 ملي جرام بير داي او لو استخدمنا الجوانيسيدين تايب انتي هايبرتنسيف مع السي ان اس ستيمولان زي الامفيتامين. اللوس اوف اكشن اوف ذيس انتي هايبرتنسيف ايجنت بيحصل ازاي؟ ثرو تشينج ان دراج ترانسبورت ميكانيزم اوكي ات الادرينرجيك نيرف تيرمينالز او اندينج. الجوانيسيدين ازاي بتقلل البلاد بريشر عن طريق او بتعمل preventing the release of the chemical messenger او neurotransmitter اللي هو النور ادرينالين from the nerve ending الى جانب ان هي كمان بتعمل depletes the nerve ending of the النور ادرينالين. ده شكل النيرف اندينج اللي موجود فيها الفيسيكلز او الحاصلات اللي بيبقى موجود جواها النيوروترانسميتر اللي هو النور ادرينالين. الانتي هايبرتنسيف ايجنت اللي هي الجوانيسيدين تايب كان exert their hypertensive action. تبدأ تشتغل hypertensive action ازاي؟ عن طريق by being taking at first into adrenergic nerve ending. بتبدأ يعني بيحصل لها uptake او تتاخد جوه ال nerve ending عن طريق bump. الميكانيزم اللي بتتسحب بيه جوه ال vesicle بنسميه ال bump which normally transport the norepinephrine. تبدأ الانتي هايبرتنسيف دراج بيكم كونسنتريتد ان النور ابينفرين او النور ادرينالين فيسيكلز وبالتالي ريبليسنج النور ابينفرين ان ذيس فيسيكلز. يعني بتبدا الفيسيكلز تبقى موجود جواها الانتي هايبرتنسيف ايجنت بدلا من النور ابينفرين وبالتالي ده بيعمل جرادوال ديبليشن للنور ابينفرين ستورز في النيرف اند ما بقاش موجود فيها الموزون بتاع النور ابينفرين.
لو النور ادرينالين بومب از انهبيتد، اللي هي الميكانيزم اللي بيحصل فيه اكيوميليشن للنور انهبيتد، الجوانيسيدين اند ريليتد كومباوند كانت انتر النيورون، ما بيقدرش الانتي هايبرتنسيف دراج يدخل جوه الفيسيكل وبالتالي كانوت اكسيرت الانتي هايبرتنسيف افكت. مين اللي بيقدر يعمل انهبيشن للبومب دي؟ هي زومبز لي دراج الترايسايكليك انتي ديبريسنت ار بوتنت انهبيتور اوف ذيس بامب اند ذيرفور انتر اكت مع الجوانيسيدين انتي هايبرتنسيف دراج. فالترايسايكليك انتي ديبريسنت سكسسفلي كومبيت وذ الانتي هايبرتنسيف دراج فور بامب، يحصل لهم كومبيتيشن على البامب، وبالتالي الليتر اللي هو الانتي هايبرتنسيف دراج اللي هو الجوانيسيدين فيل تو ريتش their site of action. This interaction can be accommodated by raising the dose of antihypertensive. يعني ممكن نتغلب على الانتراكشن ده ان احنا نزود الدوز بتاع الانتي هايبرتنسيف دراج to balance the effect of الانتي ديبريسنت اللي هو الترايسايكليك انتي ديبريسنت. ولكن ده ممكن يسبب مشكله، has a great risk of severe hypotension if the antidepressant withdrawn. So the safer solution to choose different antidepressant to the tricyclic antidepressant. تاني example اللي ال drug have opposing pharmacological effect أو have antagonistic pharmacological effect. The combination between the bactericidal and the bacteriostatic antibiotic. بيحصل loss للبكتيريسايدال action of number of antibiotic if combined مع البكتيريوستاتيك. ازاي؟ البكتيريسايدال agents زي البنسلين او الهالوسبورينز او الفانكومايسين تشتغل ازاي؟ act by inhibiting the senses of the constituent of the bacterial cell wall وبالتالي interfere مع multiplication of the bacteria which require senses of new bacterial wall material. لو if the bacterial growth stopped وده بيحصل عن طريق bacteriostatic these agents lose their action وبالتالي combination of these antibiotics مع bacteriostatic زي tetracycline chloramphenicol sulfonamide أو macrolide result in loss of action of the bactericidal compound. تاني نوع من ال drug interaction at the pharmacodynamic phase هو ال drug having similar pharmacological action. لو كان two drugs ليهم نفس ال same pharmacological effect بيتاخدوا مع بعض this result in excessive response، يعني بيبقى ال response بتاعهم زيادة، وده attributable to يعمل additive اللي هو formation أو ال synergistic potentiation effect. Example B ال drug B has similar pharmacological action. The CNS depressant. Excessive CNS depressant effect ينتج من استخدام two or more drugs exhibiting the depressant action. وده يمثل أو represent one من the most dangerous drug related problems. Example B ال drug اللي بيسبب CNS depression الباربيتوريتس البنزودايازبينز ويل اوبيو. مين اكتر ناس سستبتبل للافكت ده؟ الاولدر بيشنت بيبقوا سبيشالي سستبتبل تو ذيس تايب اوف ريسبونس لانه ممكن بياخدوا كومبينيشن من الدراجز دي، ولو الاولدر بيشنت اكسبيرينس افكت زي الفتيك او الديزنس ممكن يؤدي الى انكريز فولز بيبدا ممكن يقع with subsequent fractures and entry that you are with ويحصل له كسر نتيجة ان هو بيستخدم two drugs دي تؤدي الى الدوخة وان هو يقع. نفس الافكت لل CNS depressant ممكن يبقى مع استخدام ال sedatives ال hypnotics ال antipsychotics ال anticonvulsants وال antihistamines كلها بتعمل CNS depression. تاني examples من ال drug interaction ال alcohol with the CNS depressant ال alcoholic beverages المشروبات الكحولية لو patient بيستخدمها مع drug بيعمل CNS depression ده ممكن ينتج
عنه dangerous effect ليه؟ لأن ال depressant effect is enhanced by alcohol، يعني بيحصل potentiation لل depressant effect of insane suppressant عن طريق الألكول. تاني تالت example drugs exhibiting hypotensive effect، البيشنت ياخد اتنين drugs ليهم hypotensive effect زي استخدام anti hypertensive drugs زي البروسوسين مع other classes اللي هو tricyclic antidepressant الاتنين مع بعض cause excessive orthostatic hypotension which result الأعراض بتاعته ال dizziness ال light headedness وممكن في severe cases يحصل syncope أو إغماء للبيشنت. وطبعا ال older patient أو ال elder patient هو ال more susceptible ل this type of response أو effect وينتج عنه increase the risk of falls and injury. تالت ميكانيزم للفارماكوديناميك انتراكشنز الاندايركت فارماكوديناميك انتراكشن، اكزامبل للدراجز which result in an indirect pharmacodynamic interactions هي المونوامين اوكسيديز انهيبيتورز او الماو انهيبيتورز. دي مجموعه من الدراجز او الميديكيشن اكت باي بتشتغل ازاي باي انهيبيتنج انزيم هو المونوامين اوكسيديز انزيم. الانزيمز دي مسؤوله او انفولفد عن البريك داون لبعض النيورو ترانسميترز زي الكاتكولامينز السيروتونين الدوبامين والتايرامين. لما الدراج دي بتعمل انهيبيشن للانزيمز وبالتالي النيورو ترانسميترز دي مش بتتاثر بيحصل لها اكيوميليشن resulting in increased concentration of these neurotransmitters including serotonin والنورفيرين والدوبامين. لو البيشنت بياخد سيمبسوميميتك امين زي الفينايل بروبرانولامين او دايتري تايرامين يعني اكل او فود موجود فيه التايرامين والبيشنت في نفس الوقت بياخد الماو انهيبيتور ده يؤدي لي الريليز اوف اكيوميليتد نور ابنفرين من الستورج سايت بتاعتها من النيرف اندنج بريديوسينج سيندروم او سيمباثيتك اوفر اكتيفيتي بيحصل فيه ايه سيفير هايبرتنشن هيديك اكسايتمنت ديليريوم هايبربايكسيا كاردييك اريزميز وسب اركينويد هيموريدج وممكن ديسليبيشن. اللي بيحصل عادة ان المونو امين اوكسيديز الموجودة في الجي اي تي بتكسر او بتعمل بريك داون للتايرامين اللي موجود في الفود. لكن لو البيشن بياخد الماو انهيبيتور انتي ديبريسن بيعمل بلوكينج للبريك داون اوف تايرامين يؤدي الى ارتفاع مستوى التايرامين والتايرامين اكت على السيم ريسبتورز بتاعت المونو امين زي النورابينفرين والدوبامين وبالتالي بيعمل بلوك لزير ريابتيك انتو الفيسيكلز leaving more of them outside the nerve cells يعني nerve ending وبالتالي يبدأ ان هما exert their effect يبدأوا يشتغلوا بدل ما بيرجعوا للفيسيكلز بقى بيبقوا موجودين بره النيرف ending ويبدأوا يشتغلوا وبالتالي يبدأوا يعملوا raising the blood pressure. المشكلة بتاعت الماو انهيبيتورز ان هي بتعمل produce irreversible enzyme inhibition بتعمل irreversible inhibition للانزيم وبالتالي الانتراكشن ده بيفضل مستمر up to 20 days لغاية لما يبدأ يصنع enzymes جديد. examples للمونوامين oxidase inhibitors زي الايزوكربوكسيسايد والفينلزين ودول بيستخدموا كانتيديبريسن ونتيجة للليثال افكت بتاعهم فالمونو امين اوكسيديز انهيبيتور دول بيعتبروا هو last line treatment of depression. دلوقتي بيستخدم other classes كانتي ديبريسن منهم السيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهيبيتورز اللي هما الاس اس ار اي اس والاولد اللي هما التراي سايكليك انتي ديبريسن بدل المونو امين اوكسيديز انهيبيتور. المونو امين اوكسيديز انهيبيتورز في نوعين طبعا عارفين اللي هو الماو اي والماو بي. الماو اي دي امينيت الكيميكال بريك داون ل
السيروتونين، الابنفرين، النور ابنفرين والبيرامين. اما الماو بي دي امينات الفينيسايلامي والاذر تريس امين. عندنا في سيلكتيف ماو اي، سيلكتيف ماو بي، وفي النون سيلكتيف. النون سيلكتيف اللي احنا قلنا عليهم زي الفينيلزين والايزوكربوكسيلايد. السيلكتيف ماو اي انهيبيتور زي الموكلوبيمايد، والسيلكتيف ماو بي زي راسيجلين وسيليجلين. المانجمنت اوف دراج دراج انتر اكشن، هاو تو مانج او مانج الدراج انتر اكشن. لو الدوز ريليتد ايفنت، يعني الايفنت نتيجه او ريليتد للدوز، may be managed or can be managed by changing the dose of the effective medicine. زي example لو ال patient بيستخدم ميكونازول oral gel causes increase the bleeding time of warfarin. يعني لو ال patient بياخد الوارفرين مع الميكونازول، والميكونازول ده liver microsomal inhibitor، يعني بيقلل metabolism of warfarin فبيرفع ال level بتاعه، فاحنا ممكن reduce الوارفرين dose وبالتالي هيرجع البريدنج تايم باك انتو النورمال رينج وهيقلل الريسك اوف هيموج. في بعض الدراج انتر اكشن نتيجه للبوتنشال سيفيرتي بتاعها ريكوير ايميديت سيسيشن اوف ذا كومباينيشن، لازم نبدا نوقف الكومباينيشن ده. اكزامبلز للسيفير كومباينيشن، الكومباينيشن بين الاريثروميسين والتيرفينيدين. الاريثروميسين ليفر مايكروزومال انهيبيتور يرفع الليفل بتاع الترفينيدين which lead to risk of cardiotoxicity، وبالتالي لازم الواحد من الاثنين يتغير. في حل للدراج انتر اكشن هو الدوز سبيسنج، ان احنا نخلي في انترفال بين الدوزنج لو بعض الدراج بتاثر على الابزوربشن للاذر دراج في الجي اي، زي الافويدنج اوف بايندنج اوف السيبروفلوكساسين باي الفيروس سلفيت. ممكن نعمل سبيسنج بين الادمنستريشن اوف السيبروفلوكساسين والفيروس سولت تو بريفنت البايندنج.